الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، نبدأ بالمحاضرة الأولى والفصل الأول من الديناميكا الحرارية. فهذا الفصل يتحدث عن المفاهيم الأساسية Fundamental Concepts في مادة الديناميكا الحرارية أو Thermodynamics. فنبدأ في المقدمة بمفهوم الحرارة. خلينا نحكي في البداية، كان يعني الإنسان يميز ما بين الأجسام الحارة والباردة. هناك أيضا طرق للتسخين والتبريد، واستعمل الحرارة في التدفئة والآلة البخارية. طبعا الآلة البخارية هي مبدأ عملها هي تحويل الطاقة الحرارية إلى ميكانيكية، وهو ما سنراه قادما، اللي هو كان مبدأ هاي الآلة البخارية اللي اخترعها جيمس وات، تستخدم الطاقة الحرارية لتوليد طاقة ميكانيكية. فإحنا بدنا يعني في هذا، خلينا نحكي الفصل أو في هذا المساق، بدنا نشوف خصائص الحرارة، خصائص النظام اللي هو يتأثر بالحرارة. طيب خلينا نحكي الديناميكا الحرارية اللي هي المادة اللي راح ناخذها الفصل هذا، تعنى خلينا نحكي بدراسة خصائص المادة الماكروسكوبية اللي هي ككل تحت تأثير الحرارة، دون النظر إلى الخصائص الميكروسكوبية اللي هي التفصيلية التي تهتم ب خلينا نحكي مكونات هذا النظام، المكونات الميكروسكوبية اللي هي على المستوى الذري والجزيئي. ولكن احنا في هذه المادة الديناميكا الحرارية نحن نتحدث عن الخصائص الكبيرة اللي هي الماكروسكوبية تحت تأثير الحرارة. قوانين الديناميكا الحرارية مبنية، قوانين الديناميكا الحرارية مبنية على قواعد هاي مستقاة من خلينا نحكي التجربة العلمية المخبرية، يعني هي عبارة عن اكسبيريمنتال تجارب، وأخذت خلينا نحكي هذه القراءات وتم وضع هذه القوانين بناء على هذه القراءات. في عندي كميات فيزيائية كمان من هذه، خلينا نحكي اللي هي زي معامل التمدد، معاملات التمدد اللي هو expansion factor، والانضغاطية والسعة الحرارية، هاي اللي هي خلينا نحكي تتأثر بالحرارة، التمدد، معامل التمدد والتقلص، الانضغاطية، السعة الحرارية، كل هاي تتأثر بالحرارة. في عنا خلينا نحكي مبادئ الديناميكا الحرارية تلخص في ثلاث أو أربع قوانين، يعني خلينا نحكي في ثلاث أو أربع قوانين، هو فعليا في أربع، لأنه في عندي القانون الأول والثاني والثالث في الثيرموديناميك، وعندي في إشي اسمه القانون الصفري. فلما نضم معنا القانون الصفري بصير عندنا هيك أربع قوانين في الثيرموديناميك. النتيجة الأولى للقانون الأول هذا اللي بنسميه الزيرو ثلو، إنه الحرارة عبارة عن طاقة داخلية، يعني بالنهاية هي شكل من أشكال الطاقة الحرارة اللي هي خلينا نحكي اللي هو مش التمبريتشر هي درجة الحرارة، اللي خلينا نحكي الهيت، الحرارة بالإنجليزي معناته الهيت، الهيت هي عبارة عن طاقة داخلية. خلينا نحكي هذا القانون اللي هو القانون الأول في القانون رقم واحد، هو رقم واحد لكن بنسميه القانون الصفري اللي هو the zero flow، عشان هيك قوانين الثيرموديناميك أربعة، لأنه في عندي القانون الصفري. خلينا نحكي إله علاقة بمفهوم درجة الحرارة، القانون الصفري هو يتعلق بدرجة الحرارة اللي هي بنسميها بالإنجليزي temperature. القانون الثاني اللي هو يدعى القانون الأول في الثيرموديناميك، القانون الأول في الثيرموديناميك هو تعميم لمبدأ حفظ الطاقة، يعني إحنا بنعرف إنه حفظ الطاقة، الطاقة خلينا نحكي لا تفنى ولا تستحدث ولكن تتحول من شكل لآخر. فعندي مبدأ حفظ الطاقة إنه بيستوعب عندي الحرارة كطاقة، ويمكننا في هذا القانون إنه إدخال اللي هو مفهوم الطاقة الداخلية، هذا اللي بيدخل لي الحرارة على أساس إنها اللي هي طاقة داخلية، فبتدخل في قوانين خلينا نحكي حفظ الطاقة. القانون الثاني بنسميه الانتروبي،
بدخل لي اللي هو القانون الثاني في الثيرموداينامكس وترتيبه رقم 3، لانه عندي القانون الصفري والقانون الاول هاي 2، فهذا الانتروبي بيجي رقم 3 من قوانين الطاقة، بس احنا بنسميه ذا سكند لو اوف ثيرموداينامك اللي هو القانون الثاني في الثيرموداينامك، وهو خلينا نحكي الانتروبي هو عبارة عن فاريبل متغير يسمح بتقدير قيمة الطاقة المهدرة في نظام ما، يعني بنقدر نحسب الطاقة المهدرة في نظام ما، وينص في احدى صيغه في عدة قوانين للانتروبي. في عندي استحالة عكس اي ظاهرة في الطبيعة اللي هو قانون الانتروبي، وفي صيغة اخرى لهذا الانتروبي اللي هو بيعبر عندي على مدى كفاءة نظام ما اللي هو تحويل الحرارة الى شغل. القانون الثالث اللي هو في الثيرموداينامك اللي هو يتعلق بالانظمة الخاضعة لتأثيرات تقربها من الصفر المطلق، فهذا هو القانون الثالث في الثيرموداينامك. فاحنا ان شاء الله انه نحاول نغطي هاي القوانين. نبدأ عندي اللي هو في التعريفات قبل أن ندخل في صلب، يعني طبعا هاي اللي حكيت أول شيء كانت عبارة عن مقدمة لمفهوم الحرارة وقوانين الثلاث اللي هي أي مادة حرارة يتطرق عندي لهذول الأربع قوانين اللي هو القانون الصفري والقوانين الثلاث. فبنيجي عندي على اللي هو تعريفات لازم إنه نأخذها قبل ما نبدأ في هذه المادة. خلينا نحكي الإنسان أول شيء كان يهتم بالقياسات ويعطي وحدة لكل قياس، فعندي خلينا نحكي القوة لما بدأ الإنسان قياس اضطر ليعمل أجهزة لقياس وتحديد مفهوم القوة. بالنسبة للحرارة إحنا بهمنا إنه نحدد خلينا نحكي مدى كون الجسم حارا أو باردا أو فاترا، عشان هيك اخترع موازين الحرارة. يعني إحنا أول شغلة بدنا نعملها في الحرارة انه نحدد خلينا نحكي درجة الحرارة وتكون لها وحدة معينة. خلينا نحكي قبل ما نبدأ في هذا الكلام لازم انه نحدد انه في اي نظام ثيرموديناميكي في عندي النظام يتكون خلينا نحكي من النظام نفسه وحدود هذا النظام ومحيط هذا النظام. ففي عندي ثلاث خلينا نحكي مصطلحات. المصطلح الاول النظام والحد، النظام والحد اللي هو system and boundary. اي نظام فيزيائي هو عبارة عن جزء من مجموعة يحاط بهذا خلينا نحكي النظام سطح مغلق، هذا السطح المغلق يعرف بالباوندري او بحد النظام. مثال عندي خلينا نحكي المجموعة الشمسية التي ينتمي لها كوكبنا، نقدر نعتبر انه المجموعة الشمسية كلها عبارة عن خلينا نحكي نظام، هذا النظام طبعا محاط ب خلينا نحكي بباوندري، ولكن هذا الباوندري ليس يعني خلينا نحكي حد، يعني عبارة عن فقط احنا بنتصور انه كل المجموعة الشمسية يعني نهايتها هي يعتبر حد بينها وبين ما بعدها، فهو جزء من درب التبانة اللي هو المجموعة الشمسية جزء من درب التبانة. درب التبانة اذا بنقدر نعتبرها كلها كمان بتشكل نظام، ولكن هذا النظام كمان مش كل الكون، بتكون كمان جزء من هذا الكون. فعن اي نظام بنعتبره هو النظام سواء كان صغيرا جدا او كبيرا جدا هو عبارة عن جزء من كل، فدائما الكل اللي هو الكل يعتبر الكون كله، ونحن بناخذ اجزاء منه. عندي مثلا نظام كثير بيستخدم في الثيرموداينامك اللي هو غاز محصور في انبوبة، هذا يعتبر نظام. الانبوبة نفسها تعتبر هي حد هذا النظام، اللي خارج الانبوبة هاي تعتبر اللي هي يعني المحيط للنظام. طيب الحد هذا اللي تكلمنا عنه قبل شوي قد يكون سطحا مغلقا زي ما حكينا، الانبوب هاي يعتبر سطح مغلق، فاذا قد او يكون سطحا مفتوحا، ممكن انه الحد ما يكون مغلق يمكن يكون مفتوح. اثنين، يمكن ان يكون حقيقيا او خياليا، الحد هذا ممكن يكون حقيقي كمثلا زي ما حكينا قبل شوي غاز محصور في انبوبة، الانبوبة حد حقيقي يعني هو عبارة عن مادة حاصرة هذا الغاز داخلها، بينما لما احنا حكينا عن المجموعة الشمسية لا يوجد حد حقيقي يفصل ما بين المجموعة الشمسية ومجرة درب التبانة، فهذا يعتبر حد خيالي، بس احنا بنتصور انه في حجم معين اللي هو حجم اللي هو درب المجموعة الشمسية هو جزء من
اللي خارجها اللي هي مجرة درب التبانة. فيعتبر هذا الحد اللي هو حد كمان مفتوح وليس حد مغلق. نهاية النظام الشمسي تعتبر حدا مفتوحا وليس مغلقا لهذا النظام. سطح الأنبوبة زي ما حكينا يعتبر حدا مغلقا للغاز المحصور. طيب المحيط، احنا حكينا النظام هو اللي احنا بناخذه داخل هذا الحد المغلق او المفتوح. المحيط هو اللي خارج هذا النظام يعتبر المحيط. اذا خلينا نحكي يعني هسه ليش احنا اخذنا النظام والمحيط، لانه في عندي بعض الأنظمة في الديناميك الحرارية تتبادل الطاقة مع أنظمة أخرى. فخلينا نحكي خارج هذا النظام يعتبره المحيط. خارج النظام يشكل، خلينا نحكي خارج النظام محيط. النظام مع المحيط نفسه بنسميها المجموعة أو الكون. يعني إذا بناخذ النظام وما يحيط به بنسميها المجموعة أو الكون. طبعا هذا الحكي مش مهم كثير إلا لما نبدأ نتطرق على نبدأ نأخذ أمثلة حقيقية. الأنظمة المعزولة وغير المعزولة، شو معنى isolated system و non-isolated system؟ الأنظمة خلينا نحكي إذا كان في تبادل للطاقة ما بين النظام والمحيط فيعتبر النظام معزول. إذا كان هناك خلينا نحكي تبادل للطاقة يعتبر غير معزول. إذا لا يوجد تبادل للطاقة ما بين النظام والمحيط يعتبر النظام معزول. فنأخذ مثلا المثال هذا اللي عندي تحت. النظام هو الغاز المحصور في الأسطوانة والمحيط هو خارج هذه الأسطوانة. فإذا كان في عندي تبادل للطاقة ما بين النظام والمحيط، إذا في تبادل للطاقة يعتبر النظام غير معزول، وإذا لم يكن هناك تبادل للطاقة يكون النظام معزولا ولا يوجد تبادل للطاقة. فهذا هو اللي هو الايزوليتد سيستم والنون ايزوليتد سيستم. الأنظمة المفتوحة والأنظمة المغلقة. هسه احنا حكينا قبل شوي عن الطاقة، هسه بدنا نحكي عن المادة. إذا كان هناك تبادل للمادة وليس الطاقة، المادة يعني المادة تخرج من داخل النظام للمحيط وترجع من المحيط إلى داخل النظام. إذا كان لا يوجد تبادل للمادة فيعتبر النظام مغلق closed system. وإذا كان هناك انتقال للمادة ما بين النظام والمحيط فإننا نعتبر أن النظام مفتوح open system. فلاحظوا أن الغاز المحصور داخل الأسطوانة إذا بيطلع من هذا الغاز عن طريق ثقب مثلا في الأسطوانة بيطلع منه خلينا نحكي مادة اللي هي الغاز المحصور وبيدخل عليها غاز من المحيط فيعتبر هذا النظام مفتوح. إذا كان هذه محكمة الإغلاق هاي الأسطوانة ولا يخرج منها مادة ولا يدخل فيها مادة فنعتبر أن النظام مغلق. طيب حالة النظام وخصائص النظام اللي هو البروبرتيز للنظام. في عند النظام له كميات، خلينا نحكي كميات قابلة للقياس. أي نظام موجود عندي يوجد كميات قابلة للقياس مخبريا للنظام، ما هاي بنسميها متغيرات حالة النظام اللي هو الفاريبلز خلينا نحكي للنظام او خصائص النظام. يعني احنا عندنا كلمة properties هون اللي هي خصائص نفسها اللي هي متغيرات حالة النظام او خصائص النظام. هاي المتغيرات تحدد هذه الكميات حالة النظام. نيجي عندي من الامثلة على هذه الكميات اللي هي الحرارة والحجم والضغط. هذول أمثلة للكميات قابلة للقياس مخبريا، خلينا نحكي بتحدد حالة النظام. إذا قسنا حرارة النظام، حجم النظام، ضغط النظام، هاي كميات بتحدد حالة النظام. طيب خلينا نحكي هاي الكميات، خلينا نحكي النوعين اللي هي بنسميها extensive variable. في عندي متغيرات ممتدة، هذه المتغيرات الممتدة تعتمد على كتلة النظام. يعني إذا كان المتغير يعتمد على، خلينا نحكي هون هاي تسمى المتغيرات التي تعتمد على كتلة النظام اللي هي الأم، متغيرات ممتدة extensive variable. الحجم هسه بنيجي عندنا على الحجم. الحجم عبارة عن الكتلة على الكثافة، الكثافة كمية ثابتة. فالحجم هو عبارة عن كمية extensive variable، متغيرات ممتدة.
نسميها extensive variable أو متغيرات ممتدة. فإن الحجم اللي حكينا عنه هنا من خصائص النظام هو عبارة عن كمية ممتدة للنظام. الحجم هي عبارة عن كمية ممتدة للنظام أو extensive variable. طيب عندي الطاقة الكلية اللي هي الـ E total، الطاقة الكلية للنظام. الطاقة الكلية للنظام هي عبارة عن الطاقة الحركية EK والpotential energy. فهاي البotential energy وطاقة الوضع، الـ EK اللي هي الكينيتيك انرجي والـ EP اللي هي البotential energy. هذول طاقة الحركة وطاقة الوضع. هسه طاقة الحركة إذا بتعرفوها اللي هي نص ام في تربيع، فإذا تعتمد على ام. وطاقة الوضع اللي هي ام جي في اتش، اللي هي طاقة اللي هي الوزن ضرب الارتفاع، كمان تعتمد على الكتلة. فإذا هذول الكميتين الكينيتيك انرجي والبوتنشال انرجي يعتمدين على الكتلة. إذا الاي توتال اللي هي الطاقة الكلية للنظام هي كمان تعتبر اكستنسيف فاريبل، متغير ممتد، لأنها تعتمد على الكتلة. طيب المتغيرات، النوع الثاني من المتغيرات اللي كمان بيحدد حالة النظام بس بنسميها متغيرات مستقلة عن الكتلة، يعني لا يعني حتى لو زادت كتلة النظام ما بتغير، لا تتغير الكميات هذه. يعني لاحظوا هنا احنا كلما زادت الكمية بالنسبة للحجم، لاحظوا هنا الحجم بيساوي الام على الرو اللي هي الكثافة، كلما زادت الكتلة بتزداد الحجم. اذا تعتمد على الحجم هاي الكمية. الاي توتال نفس الشيء، كلما زادت الكتلة تزداد الاي توتال. هسه بنيجي عندنا المتغيرات المستقلة زي زي الحرارة والضغط. هسه الحرارة والضغط لو زدنا خلينا نحكي لو زدنا كتلة النظام لا تزداد الحرارة، لأنك أنت بس بتزيد خلينا نحكي كتلة، ولكن الحرارة تبقى كما هي. نفس الشيء الضغط لا يعتمد كمان على البريشر، لا يعتمد على الكتلة. والكثافة نفس الشيء، الكثافة لا تعتمد على الكتلة لأنه كمان كمية ثابتة. فهاي المتغيرات التي لا تعتمد على الكتلة بنسميها متغيرات مركزة أو intensive variable. يعني احنا بناخذ المصطلح الإنجليزي وبناخذ المصطلح العربي. فزي ما شفنا هاي الكمية الانتنسيف فاريبل لا تعتمد على الكتلة، بينما الاكستنسيف فاريبل تعتمد على الكتلة. طيب النسبة بين المتغير وكتلة النظام بنسميها تسمى النسبة بين المتغير وكتلة النظام القيمة النوعية، specific value، القيمة النوعية لهذا المتغير. طيب نيجي عنا خلينا نحكي الحجم. مش احنا حكينا انه الحجم هو عبارة عن هاي طبعا specific value فقط للكميات الممتدة اللي هي extensive variable وليست للكميات الانتنسيف، لانه الانتنسيف حكينا لا تعتمد على الكتلة، فلا كيف نقسمها على الكتلة وهي لا تعتمد على الكتلة. فهذه specific value اللي هي النسبة بين المتغير وكتلة النظام بنسميها فقط او للمتغيرات الممتدة اللي هي الاكستنسيف فاريبل. فعندنا مثلا الحجم، زي ما قلنا الحجم هي كمية ممتدة لانها تعتمد على الكتلة، فلما نقسمها على الكتلة شو بصير عندي؟ الحجم النوعي اللي هو السبيسيفيك فاليو او السبيسيفيك فوليوم، خلينا نحكي اللي هي الفاليو بير يونت ماس، نسميها الحجم النوعي اللي هي السبيسيفيك فوليوم سمول في. لاحظوا الكميات خلينا نحكي الممتدة بنعبر عنها خلينا نحكي بكابيتال لتر، والكميه والسبيسيفيك فاليو الها اللي هو الحجم النوعي الها السبيسيفيك فاليو بنعبر عنها بسمول لتر. فلاحظوا هذا الحجم كابيتال في على الكتله، بصير عندنا الحجم النوعي اللي هو الحجم لكل وحده كتله. طبعا هذا الحجم النوعي اذا بتلاحظوا بيساوي عكس الكثافه، لانه الكثافه بتساوي الكتله على الحجم، فالحجم على الكتلة هو عبارة عن ايش؟ عكس الكثافة. فهذا هو الحجم النوعي. فهي القيمة النوعية لمتغير ما، حكينا انه المتغير هذا لازم يكون ممتد، فلما نقسم على الكتلة كأنه احنا منحولها، ببطل يعتمد على الكتلة لما نقسم على الكتلة، فكأنه احنا منحول القيمة النوعية. يعني من الواضح ان القيمة النوعية لمتغير ما اللي هو متغير ممتد بيسوي اللي هو متغير مركز، لانه لما نقسمه على الكتله ببطل يعتمد على الكتله. واحنا حكينا الفاريبل اللي ما تعتمد على الكتله بنسميها انتنسيف فاريبل. طيب في عندي نوع ثاني من القيمه النوعيه اللي هي المولال سبيسيفيك فاليو، اللي هي القيمه النوعيه الموليه. يعني بدل ما نقسم على
الكتلة منقسم على عدد المولات، اللي هي النسبة بين المتغير وعدد المولات، number of moles، عدد المولات. هسا المول، خلينا نحكي نتذكر شو هو المول، يعني بدل ما نقسم مثلا على كتلة هذا، على كتلة النظام اللي موجود عندي، بقسم على عدد مولاته. فاحنا حتى نحسب عدد المولات لازم نكون اصلا عارفين شو معنى المول. المول لأي مادة كيميائية، المول لأي مادة كيميائية سواء كانت عنصر أو مركب، تمثل عدد أفوغادرو في وزن نوعي لعنصر ما. يعني خلينا نحكي مول واحد من الأكسجين اللي هو عنصر، أو خلينا نحكي جزيئي الأكسجين، لأنه الأكسجين لا يتواجد على شكل عنصر، لأنه دائما بيتحد مع ذرة أكسجين أخرى وشكل مركب الأكسجين اللي هو O2. فمول واحد من الأكسجين اللي هو O2 بيساوي 32 جرام. مول واحد بيساوي 32، يعني لو جبنا عدد أفوغادرو اللي هو عدد أفوغادرو اللي قيمته 6.23 بالألف في 10^23، هذا عدد كبير جدا. لو جبناه من جزيئات الأكسجين اللي هي O2، هذا بنوزنهن هذا العدد من الجزيئات بيطلع وزنهن 32 جرام. فهذا يعني بيعني انه احنا اذا جبنا، خلينا نحكي الوزن، خلينا نحكي الوزن النوعي لعنصر ما يمثل عدد أفوغادرو. يعني زي ما احكي الوزن النوعي للأكسجين O2 جزيء الأكسجين هو 32 جرام، فنجيب 32 جرام من جزيء الأكسجين نلقى أنه بيحتوي على عدد أفوغادرو من الذرات اللي هو 6.23 في الألف في 10^23. طيب فهذا هو خلينا نحكي المولات. فإحنا منقسم، بدل ما نقسم على أم منقسم على عدد المولات اللي هو N، اللي هي small N. في كثير من الأحيان يفضل التعامل مع القيمة، أن القيم النوعية لمتغيرات ما، خلينا نحكي القيمة النوعية حتى لو كان المتغير ممتد ويعتمد على الكتلة، احنا بنفضل نتعامل مع القيم النوعية، لأنه خلينا نحكي المعادلات بتكون مستقلة عن الكتلة، لأنه احنا بدنا معادلات لا تعتمد على الكتلة. هسا اذا احنا بدنا نعبر عن حالة نظامها اللي هو حالة النظام، اذا بدنا نعبر عنها دائما نستخدم زوج من المتغيرات، نستخدم زوج من المتغيرات احدهما ممتد والثاني مركز. فزي ما نلاحظ انه طبعا وصف اي نظام يتطلب متغير ممتد ومتغير مركز. الاحرف الكبيرة دائما تستخدم اللي هي الكابيتال لتر، تستخدم في حالة المتغيرات الممتدة، والأحرف الصغيرة للتعبير عن المتغيرات المركزة. فبنيجي هنا لو نأخذ طبعا هاي ملخص لبعض الأنظمة. المائع اللي هو سواء كان سائل أو غاز، المائع المتغير المركز إله، حتى نصف حالة هذا النظام بيلزمنا حكينا زوج من المتغيرات، متغير مركز ومتغير ممتد. فبالنسبة للغاز المتغير المركز اللي هو الضغط البريشر، والمتغير الممتد هو الحجم. فهذولا بيكفينا لوصف حالة نظام غاز أو سائل، بيكفينا إنه نعرف البريشر البريشر إله والضغط، البريشر والفوليوم. نيجي عندي على سلك. السلك اذا بدنا نعرف حالة النظام له، قوة الشد في السلك اللي بنسميها لامدا، هذا يعتبر متغير مركز لانها لا تعتمد على الكتلة. القوة اللي هو العامل الخارجي اللي بيأثر على السلك تعتبر متغير مركز. الطول للسلك هو متغير ممتد، لان الطول بيعتمد على اللي هي كتلة النظام، كلما زادت الكتلة كلما زاد الطول، كلما قلت الكتلة قل الطول. نظام كهربائي، فرق الجهد متغير مركز، لأنه خلينا نحكي فرق الجهد يعتمد لا يعتمد على اللي هي الكتلة، لما نعرض أي نظام كهربائي لفرق جهد. الشحنة،
الشحنة التي يمتلكها هذا النظام تعتمد على الكتلة، لأنه كلما زادت أي نظام كهربائي كلما زادت كتلته كلما زاد شحنته. نظام عازل اللي هو الأنظمة العازلة، في عندي المجال الكهربائي يعتبر متغير مركز، وفي عندي عزم، أي خلينا نحكي نظام عازل في له عزم الثنا قطبي المغناطيسي اللي هو في كمية فيزيائية مسميها البي، في خلينا نحكي هاي تعتمد على تعتمد على الكتلة، بينما المجال الكهربائي اللي منعرض هاي المادة العازلة له لا يعتمد على، يعني لاحظوا أي مؤثر خارجي يعتبر اللي هو متغير مركز، والنفس النظام نفسه لما يتغير تتغير خصائصه، هاي بنسميها متغيرات ممتدة. طبعا احنا مش حنتعامل مع هذا الجدول الا مع خلينا نحكي فقط الاولى اللي هو المائع او السائل او الغاز اللي له ضغط وله حجم، ولكن هاي الانظمة بس حتى نتعرف على انه اي نظام كهربائي او يعني اي نظام اخر غير الغاز والسائل كمان نقدر نوصف حالتها بمتغير مركز ومتغير ممتد. النظام المغناطيسي نفس الشيء، في عندي التدفق المغناطيسي، في عندي عزم الثنا قطبي المغناطيسي، هاي المتغير المركز والممتد. جميع الأنظمة نقدر كمان نوصفها اللي هو الحرارة متغير مركز، والإنتروبي هو كم متغير، الإنتروبي راح نتعرف عليه لاحقا هو متغير ممتد. نفس الشيء أي نظام وبشكل عام، في عندي القوة اللي هي التأثير الخارجي على أي نظام، بتأثر مثلا على جسم تعتبر متغير مركز، الإزاحة اللي بيعملها هذا الجسم متغير ممتد. فخلينا نحكي عندنا مثال منا نحله عشان نعرف خلينا نحكي هذا الجدول، بعض من هذا الجدول اللي احنا أخذناه. لاحظوا هذا الجدول في عندي بعض الأنظمة ذكرت، هنا عندي أمثلة أخرى خلينا نتعرف عليها. أي من الكميات التالية يمثل متغير ممتد وأيها يمثل متغيرا مركزا؟ المجال الكهربائي في جسم صلب، المجال الكهربائي في جسم صلب يعطى من قانون أوم بصيغته، خلينا نحكي في صيغة إلو اللي قانون أوم غير صيغته اللي هي تبعت اللي هي V بتساوي I في R. الصيغة اللي أصلا إحنا يعني اشتقينا منها هذه الصيغة اللي هي الـ E، المجال الكهربائي في أي جسم صلب تساوي المقاومية، هاي رمز المقاومية، في J اللي هي كثافة التيار، J كثافة التيار في الموصل. فخلينا نحكي كثافة التيار طبعا هو التيار لكل وحدة مساحة. فلاحظوا خلينا نحكي هذه المجال الكهربائي هل يعتمد على هاي الكمية ثابتة اللي هي الرو، وكثافة التيار بتساوي التيار على وحدة المساحة، فاثنيناتهم لا تعتمدان على الكتلة، لا رو ولا جي. فبما انه لا يعتمد على الكتلة لذلك يعتبر اللي هو المجال الكهربائي في جسم صلب بما انه لا يعتمد على الكتلة فهو متغير مركز. بنيجي عندي طول السلك، طول السلك زي ما شفنا قبل شوي، في عندي طول السلك بيساوي اللي هو الفوليوم لهذا السلك على مساحة مقطع السلك، الفوليوم بيساوي اللي هي الكتلة على الحجم، الكتلة على الكثافة أقصد، فالكتلة على الكثافة على المساحة حتى نحذر يعني الطول. فيعتبر هذا طول السلك متغير ممتد لأنه يعتمد على الكتلة، فال اللي هو متغير ممتد. طيب الشد السطحي اللي هي القوة على على وحدة الطول، يعرف الشد السطحي بأنه القوة لكل وحدة طول. فخلينا نحكي الشد، خلينا نحكي زي الشد في السلك زي ما قلنا قبل شوي، الشد هي الفورس على خلينا نحكي على وحدة الطول، وهي كمية لا تعتمد على الكتلة. خلينا نحكي هي لا تعتمد على الكتلة زي ما شفنا في الجدول اللي هو خلينا نحكي هنا في الجدول اللي هو هاي الشد في السلك، هذا عندي السلك
قوة الشد في السلك وطول السلك. ف حكينا انه الشد هو عبارة عن كمية مركزة، متغير مركز، وخلينا نحكي الشد متغير مركز، والطول اللي هو ناتج خلينا نحكي متغير ممتد. طيب في عندي مثال آخر، إذا كانت كثافة الماء بتساوي 1 جرام لكل سنتيمتر مكعب، ما هي كثافة الماء في نظام الـ MKS اللي هو في النظام الدولي الـ SI System، وما هو الحجم النوعي، وما هي القيمة النوعية المولية للماء طبعا. طيب نيجي على الحل. الحل لما نحول كثافة الماء في نظام الـ MKS، طبعا بدنا نحول الجرام لكيلو جرام، الجرام بيساوي 10^3 كيلو جرام، وخلينا نحكي السنتيمتر المكعب بدنا نشوف العلاقة بينها وبين المتر المكعب. السنتيمتر المكعب هو عبارة 10^6 من المتر المكعب. فلاحظوا هنا احنا بدنا نحول الجرام لكيلو جرام، وبدنا نحول السنتيمتر المكعب لمتر مكعب، فالجرام بدنا نعوض عنه 10^3 اللي هو 10^3 كيلو جرام، والسنتيمتر المكعب طبعا هنا على، يعني هنا تقسيم 1 جرام لكل او سنتيمتر مكعب اس سالب 3، يعني الاس سالب يعني في المقام. فلما نحسب الكثافة هون بدنا نحول الجرام لكيلو جرام، نحول السنتيمتر المكعب لمتر مكعب، فهي عبارة عن 10^6 اللي هو متر أس ناقص 3. فعندنا بصير عندي التحويل اللي هو بيساوي 1000 كيلو جرام متر لكل متر مكعب. فإذا هاي كثافة الماء بالـ MKS system. فإذا 1 جرام لكل سنتيمتر مكعب بيساوي 1000 كيلو جرام لكل متر مكعب. طيب الحجم النوعي هو عكس زي ما شرحنا قبل شوي، انه الحجم النوعي هو عكس الكثافة. الكثافة 1000 كيلو جرام لكل متر مكعب، اذا الحجم النوعي هي عكس الالف اللي هو مقلوب الالف اللي 10^3 متر مكعب لكل كيلو جرام، اللي هي متر مكعب كيلو جرام ناقص 1. طيب نيجي هسا على كتلة، بدنا نحسب الحجم النوعي المولي للماء. كتلة الواحد كيلو مول من الماء، لاحظ احنا هون نستخدم، لانه بنستخدم النظام الدولي بنستخدم الكيلو مول وليس المول. المول بنستخدم الجرامات، الكيلو مول بنستخدم الكيلو جرام. فالواحد كيلو جرام من الماء اللي هو H2O، الH كتلتها 1 كيلو جرام، في عندي 2H، فهاي خلينا نحكي 2H، وفي عندي O واحدة، الO 16 كيلو جرام، الواحد كيلو مول إلها 16 كيلو جرام، والH2 2 كيلو جرام، فواحد كيلو مول من الماء بتساوي 18 كيلو، فهذا كتلة الواحد كيلو مول من الماء. طيب هسا إذا كان عندي كتلة مقدارها M تحتوي على N كيلو مول، بدي أشوف يعني عدد اللي تحتوي هذه الكتلة من الماء، تحتوي كتلة M مقدارها من الماء على N كيلو مول. فلو بدي احسب الحجم النوعي المولي، في شو بتساوي؟ اللي هو في على عدد المولات. هسا عدد المولات بتساوي الكتلة، خلينا نحكي الحجم اللي هو في البسط بيساوي الكتلة على الكثافة، وعدد المولات بتساوي الكتلة على 18، لانه قلنا كتلة 1 مول بيساوي 18. فاذا اي كتلة عندي ام بدي حتى اطلع عدد مولاتها بدي اقسم على 18. يعني لو جبنا مثلا 50 كيلو ماء، ال50 كيلو ماء كم تحتوي على مولات؟ عدد المولات 18 كيلو، هو الواحد كيلو مول بيساوي 18 كيلو، فبقسم ال50 على 18 حتى اطلع عدد المولات. فاي كتلة بنقسمها على 18 حتى نطلع عدد المولات ان اللي هو في المقام. والفوليوم حكينا اللي هو الكتلة على كثافة الماء، الكتلة ام على كثافة الماء، فالكتلة بتختصر مع الكتلة، فبصير عندي الناتج النهائي هو عبارة عن 18 على اللي هي الرو. واحنا طلعنا الرو اللي هو في الجزء الاول،
اللي هو كثافة الماء، لما ال 18 بقسمها على اللي هي الألف، 18 بقسمها اللي هو على كثافة الماء اللي هي 1000 كيلو جرام لكل متر مكعب، فبيطلع معنا الجواب النهائي 18 على اللي هي 18 × 10^3، فهذا هو الجواب النهائي. وهون طبعا في لازم يكون إشارة يساوي 18 × 10^3 متر تكعيب كيلو جرام ناقص 1، هذا هو الحجم النوعي المولي. لاحظوا الحجم النوعي العادي طلع عندي 10^3، الحجم النوعي المولي اللي هو 18 × 10^3. وهيك بننهي المحاضرة الأولى.